منظم للسكر، وهنا يا جماعة مفعول الكزبرة رائع جدا، سواء كمشروب أو أنا دخله في الأكل. الكزبرة تنظم إفراز الأنسولين من البنكرياس، لذلك هي تخفض السكر المرتفع. وفي سلطة احنا بنسميها السلطة العلاجية، مفيدة جدا لمرضى السكر والناس اللي عندهم مخزون السكر عالي، وهي مكونة من جزرة، خيارة، ملفوف سواء الأبيض أو الأحمر، زهرة أو البروكلي إذا مش موجود، بجانب ملعقة من الخل وملعقة من الكزبرة، والأفضل طبعا تكون إذا في كزبرة خضراء لأنه طعمها بكون أفضل، وربع ملعقة من القرفة وقليل من الملح وملعقة كبيرة من الخل، ونخربطها وناكل هذا الصحن بشكل يومي لمدة 40 يوم. إن شاء الله راح تلاقوا نتائج كتير رائعة. إذن من أهم استخدامات الكزبرة إنها منظم للسكر وبتنزل السكر المرتفع، لذلك هي أيضا ينصح بتناولها لمرضى السكر سواء كان من النوع الأول أو النوع الثاني.